الحكومه ولا من الاطباء؟ الحكومه مالهاش دعوه، الحكومه مالها. الاهمال بيبقى ناتج من الفرد اللي هو بيشتغل. صح ولا انا غلطان؟ انت بتأدي لي خدمه، انت بتأدي لي خدمه، ما مش معقول المسؤول هينزل يشيك بنفسه على الحاجه. الاهمال يرجع للرقابه، عدم وجود رقابه. لو في رقابه على جميع المستشفيات لكل واحد يلتزم ويعمل يقوم بواجبه اكمل وجه. المشكله والله انا شايف ان الموضوع يعني بيتوافر بين الاثنين، يعني من الاطباء شويه على المستشفيات شويه، وكفايه يعني كده. انت شهر اغسطس ده لوحده كفايه بيخلي الواحد يعيا من كتر ما هو واحد 30 يوم. يعني هروح المستشفى اجي ادخل من اول ما تيجي تبقى من تحت خالص، من اول ما بيكتبوا البيانات في كفر وبيطلع عينك وي 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 لحد ما تطلع فوق الدكتور يبقى معاه عين قد كده بقى حالاته بتاع، لحد ما خلاص بيبقى فاهم مش طايق يبص في حاجه قدامه، نفسه يروح ونفسه والشفتات اللي بعده تسلم على طول معاه. يعني انا مش عارف لحد دلوقتي هو الاهمال من الدكاتره ولا الاهمال من وزاره بس الموضوع يعني فاهم هيتحل ان شاء الله. هتتحل. هو الاهمال ان اي دكتور في اي مستشفى مش واخد حقه، لذلك هتلاقي فيه اضرابات من الدكاتره حاليا لاسباب كتير. السبب الاساسي ان هو الدكتور اما بيكون ليه عياده خارجيه بره بتاعته ما بيهمل في عمله اللي هو مطلوب منه في مستشفيات الحكومه. ليه؟ عشان ما بياخدش حقه. لا والله انا شغاله في مستشفى مش شايفه ان الاطباء مهملين في اي حاجه، بالعكس كل طبيب شايف شغله شايف مصلحته. انما حكايه توفير الحاجات دي بترجع بقى لوزاره الصحه، هي اللي بتوفر للطبيب الحاجات اللي بيشتغل بيها كلها. والله انا شايف الاهمال يعني في المنظومه كلها اساسا. يعني انا من يومين كنت رايح يعني في واحد صاحبي والدته تعبانه والكلام ده، عايز بقى اتبرع بالدم والكلام ده. بس بتكلم عن المستشفيات الخاصه عموما اولا، يعني اللي هي دلوقتي محتاجين نقل دم، فيجي يكلموا ماشي يكلموا بقى اللي هو المريض، اهل المريض يجوا يجمعوا الناس، يجمعوا اللي هم احنا اصحابهم وكده، نروح نتبرع بالدم او كده. يطلع اصلا المريض مش محتاج دم، نقل دم اساسا، وياخدوا البلازما ده ليهم اساسا يستخدموها وكده. انا المدام بتاعتي تشخيص غلط 3 مرات، كان عندها ذبحه قلب، جلطه في القلب. 3 دكاتره ما عرفوش عندها ايه. النسيبه اللي طلعت عليا انا ازاي؟ كانت في ساعتها تاخد ابره تمشي العمليه دي كلها، دكتور واثنين وثلاثه، وودتها المستشفى لما كشفوا عليها قالوا عندها جلطه في القلب. لو كان لحقها في البدايه كانت خدت حقنه ب 10 جنيه احسن ما ارغم بتاع 3 4 5000 جنيه في 3 4 ايام. يرضي مين دوت؟ انا لو مش عيب كنتش حتى من الناس دلوقتي. تيجي تقارن بقى مثلا مستشفيات الصحه والكلام ده اهمال بالكامل من فوق لتحت، من فوق لتحت مفيش اي حاجه خالص، يعني مفيش اي اهتمام، مفيش اي نظام، مفيش اي كلام ده. ولا في حاجه اسمها مجانا، كل حاجه دلوقتي في المستشفى بفلوس، تحاليل بفلوس، عايز تسال سؤال يقول لك اقطع تذكره، اي حاجه بفلوس. واهمال في كل مكان، وتلاقي قطط في المستشفيات والكلاب، وتلاقي كل حاجه في المستشفيات. ليا واحد برضه ادوله حقنه جاله فيروس سي في مستشفى. وزاره الصحه اصلا يعني اقول لك ايه، شبه معدومه. بدليل ايه؟ تروح اي مستشفى ما فيش خدمات خالص. في تامين صحي يقول لك هتروح عليك ب 200 جنيه مكتوب اهو ب 200 جنيه اهو، اقرا اهو ب 200 جنيه. ادفع انا منين؟ وانا موظف لما اجيب علاج كل اسبوع لاسبوعين ب 200 جنيه اكل انا واولادي بكام؟ نشحت احسن بقى. ده ربنا بيسترها معانا، والله العظيم ربنا بيسترها مع المصريين. نسبه الاهمال في مصر كبيره، ده انا عاوز ابعت لوزير الصحه نفسه. حرام حرام والله اللي بيتعمل ده فينا، حرام. ده احنا بيموتوا البشر بالبطيء.